يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زارني بعد مماتي وجبت عليه شفاعتي. كل الأحاديث التي تروى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بعد الحج أو في أي وقت كلها لا تصح، كما نبه على ذلك أئمة الحفاظ من المحدثين. كل حديث في خصوص زيارة قبره لا يصح ولا يثبت ولا يصلح للاستدلال، وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. فإذا كانت قبور المسلمين تزار للدعاء للأموات والسلام عليهم، وقبره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون عليه إذا قدموا من سفر. فأما خصوص زيارة قبره فهذا لم يرد فيه حديث يصلح للاستدلال. نعم. وقد قام السبكي بحشر هذه الأحاديث للاستدلال بها، فرد عليه الحفاظ، ومن أبلغهم ردا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. نعم.